زي ما انت قلت احنا على قمة منتخبات افريقيا دلوقتي حاليا يعني بدون منافس. لو جينا بقى نرتب منتخب مصر على مستوى العالم بعيدا بقى عن اللي حصل في الاولمبياد وفي كاس العالم، تفتكر ممكن نبقى المركز الكام مثلا؟ انا شايف ان احنا في التوب فور يعني دلوقتي، ممكن ان شاء الله طب رتب لي كده الاربعه. ممكن نوصل ان شاء الله سيمي فاينل عادي. وارتب لك الاربعه يعني، مش عارف ارتبهم لك بس ممكن اقولهم لك يعني. ماشي، الدنمارك وفرنسا، ممكن اسبانيا، احنا كده نفس اللي كانت في الاولمبيكس اللي فاتت يعني يعني هو نفس ال تقريبا يعني. بس في فرق طبعا كويسه جدا يعني، السويد حلوه يعني السويد ممكن تبدل مع حد في ال ممكن. بمناسبة بقى ان انت قلت الاولمبياد وكاس العالم، لعبنا ماتشات كبيره جدا قدام الدنمارك وماتشات كبيره قصاد اسبانيا، وفي الاخر يعني كان في وقت طبعا كنا احنا اقرب ان احنا نكسب بس في الاخر خسرنا. يعني تفتكر ايه السبب وازاي ممكن نعالج ده قدام بما اننا داخلين على كاس العالم؟ افتكر ان احنا يعني كان بقالنا كتير ما وصلناش يعني احنا اتطورنا وصلنا لليفل معين، مش المفروض ان احنا نوصل لاعلى حاجه مره واحده يعني، هي بتمشي جرادوال يعني. احنا في فتره كنا السابع، بعد كده بقينا رابع، ان شاء الله بعد كده هناخد ميداليه. هم ممكن يبقوا بيكسبوا في الاخر فرق خبره، هم متعودين في الليفل ده دايما بيلعبوا في الليفل ده وفي الاوقات دي على طول. احنا مش كلنا في الليفل ده، في المحترفين وفي اللي في الدوري هنا بس. فان شاء الله بعد كده كل مره بناخد خبره اكتر ونقدر ناخد ميداليه في كاس العالم اللي جاي ان شاء الله. يعني مش شايف مثلا ان في حاجه معينه احنا مقصرين فيها نقدر ان احنا لا انا نركز شايف ان فيها؟ احنا وصلنا لليفل كويس وواحده واحده ان شاء الله هنبقى احسن يعني، هو فرق خبره بس. هو يعني مجرد ما اللعيبه اللي هي الجديده دي تدخل في وسط الفريق وياخدوا الخبره عشان ما فيش حد بيبقى من ورا خالص بعد كده يطلع ياخد ميداليه على طول، لازم اكيد. بيعدي على حاجات كتير. ماتش اسبانيا الاخير بتاع البحر المتوسط خسرنا في الاخر، واحنا مثلا كان في وقت كنا فايقين بفارق 5 أو 6 نقط، ويعني حسينا ساعتها ان اللعيبه خلاص ضمنت الماتش. هل ده حقيقي ولا؟ لا هو ما ضمناش الماتش على قد ما هو في كذا غلطه حصلت في النص كده في الماتش. 2 لعيبه اتطردوا مره واحده وبقينا بنلعب 4 وهم بيلعبوا 6، وكان فرق مثلا 3 أو 4 فالسكور بقى 1 فالماتش رجع تاني. فبقى دي بقى الحته اللي بقول لك عليها، هم بقى عندهم الخبره بتاعت ان هم يرجعوا واحنا لسه اتوترنا اكتر كده يعني. بس يعني ما كانش في حد ضامن. لا طبعا يعني ما حسيناش في وقت ان احنا خلاص الماتش ده بتاعنا. لا ما فيش الاحساس ده ضد فرق جامده يعني. اسبانيا ايا كان هم اي تيم او بي تيم، هم اصلا فرقه اسبانيا دي في منهم مثلا 4 بس اللي ما لعبوش مع الاي تيم، هم كلهم يعني توب، كلهم كويسين جدا. احنا اوريدي في الاولمبياد كنا عاملين ماتش كويس معاهم يعني اصلا. وصلنا 1 أو 2 بالظبط. بس يعني هو ده اللي بقول لك عليها يعني، هي الحته الصغيره دي كده ان شاء الله ان شاء هنعديها الله في كاس العالم اللي جاي ان شاء نقدر الله. نعمل ده.